جيت عشان اصالحك. صالحيني ليه وانت كنت زعلتيني؟ امر الله علي، اختي مش عارف اغيرها، وبعدين ما تنساش ان علي موصيك عليها. وانا ما قلتش معايا عسلية، هي اللي بتشخبط. يعني كنت عايزين اعمل ايه يعني؟ راجع في انصاص الليالي وبتتطوح، ومفروض ان انا اقف قدام اللي يسوى واللي ما يسواش واقول البيت ده يخصني. صح، انت صح. من هنا ورايح انا وانت ايد واحده عليها، وغصب عنها تتلم. بس عشان خاطر بقى نرجع البيت. بلاش النهارده، مزاجي مش حلو. ليه بس؟ ما قلنا فتون مقدور عليها. مش فتون يا ستي، الشغل اللي كنت نازله راح. ليه كده؟ مش انت قلت رايح تقابل الراجل؟ ايوه، وقابلته وقعدت معاه، ولما جينا نتكلم في مرتب قال لي كلام زعلني، مستقل بيا. ما هو الشغل كده يا راشد، اللي بيشغلك بيملكك وبيتحكم بماله. ولا يهمك، انا هرجع الشغل ده بعد اذنك طبعا، ولما احوالك تبقى عالي ابقى عني. انت دي ينفع دلوقتي ترجع الشغل اللي فيه كريم بيه ده؟ ما هو فيش في البيت غير هو وامه. خلاص انا هكلمه من بكره الصبح هنزل الشغل. تمام تمام. طب اقول لك ايه، تعالي بيتي معايا بقى، فطون زمانها اتقلبت نامت. ماشي يا اخوي اللي تشوفه، بس انا كنت محضر اكل في البيت. مش مشكله، اطلع اوصي على الفرخه مشويه وخلي الواد يبعتها. خلاص حاضر اللي تشوفه. ولما ارجع بقى نبقى نوضب الاوضه المتبهدله دي. ماشي يا اخويا ماشي، روح انت بالسلامه. ولا بقى بيت، دي وكالة. ايه يا بيت؟ مالك يا بيت بتتنفذي كده ليه؟ ده ايه النكد؟ ايه ده يا اختي؟ ده اللي مخليكي تتنفذي؟ رحمة
راشد قتل حسن يا فتو. لا لا ما حصلش يا اختي الكلام ده. هو ايش جاب دل ده؟ ده الخاتم اللي جبته له قبل ما يموت. ايه اللي حصل يا بنتي؟ خدت في وشك وجريتي ليه؟ انا قلبي وقع في رجلي. قتلته ليه يا راشد؟ قتلت الحسن ليه يا راشد؟ عشان تجوزني؟ ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجه. والله انا يا اخويا مش فاهم حاجه. طب استنى نشوف الكلام اوله من اخره ايه. انت ما بتفهمش. هو قتل الحسن. ايه يا اختي؟ ده الخاتم بتاعه. خاتم ايه ده؟ انا مش عارف. انا ما اعرفش ايه هو. رامي بلا انا ما اعرفش. انا اول مره اشوفه. ده انا اوديك في 60 دقيقة. الخاتم ده قتلته ليه؟ حرام عليك. عمل لك ايه عشان تقتله؟ يخرب بيتك عليك. يخرب بيت اليوم اللي عرفتك فيه. قلت لك بسرعة تعرف. سيب البيت هتموت. تعرف انت سكرانة ولا ايه؟ سيبني واعرف ايه يا فتوح. هو انتوا اتفقتوا عليه؟ هو انتوا اتفقتوا عشان تقتلوه؟ الصداع هيفرتك دماغي. بنت فص مالها وداد. زمانها دلوقتي بتبلغ البلوس عننا. عننا؟ عنك انت يا اخويا. هو انا كنت معاك وانت بتذبح الواد؟ كان لازم يعني تنسحبي من لسانك وتقولي قلنا وما قلناش. كنت مدروخه وانا كنت في وعي يعني. وبعدين البنت مش متاكده من حاجه. واحنا اتضربنا واتخانقنا وصوتنا وزعقنا ولما ترجع بقى هقول لها ما نعرفش. ما حصلش. لا. ولو قالت اي حاجه هقول لا غلط. لا 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 هي دلوقتي متاكده ان انا اللي قتلت الواد. مين اللي معدي هنا؟ انا هيب واختص واشوفها راحت فين. عندك هتروح فين؟ رايح فين وهتسيبني لوحدي؟ عايز ايه مني يا فتون؟ تستنى لحد ما نشوف هنعمل ايه. استنى لحد ما ايه؟ ما ليها دخله والبوليس وراها. بوليس ايه؟ هي مش هتروح تبلغ البوليس ولا حاجه. طب هتقول لهم ايه؟ جوزي قتل خطيب اللي قبل كده ولقينا معاه خاتم. القصه كلها على بعضها متلخبطه. لا مش متلخبطه، وخصوصا بعد ما تنيلت اتجوزتها. فتوم احنا لازم نختفي من هنا.